12 حقيقة لا يعرفها الرجل عن المرأة. المرأة كائن صعب الفهم، ولأن النساء بطبيعتهن مختلفات فيصعب على الرجل فهم المرأة، لكن لكي يستطيع فهمها فإنه يلجأ كثيرا إلى أخذ المشورة من أصدقائه ومعارفه، وأحيانا تكون فكرة سديدة وأحيانا تكون فكرة خاطئة. عليك عزيزي الرجل أن تعرف 12 حقيقة مشتركة بين نسبة كبيرة من النساء. المرأة دائما ليس لديها ما ترتديه، ولا تناقشها بشأن الملابس الكثيرة الموجودة في خزانتها، لأنك لن تفهم الأسباب أبدا. المرأة لا تطلب جوابا صريحا على سؤالها كيف يبدو مظهري. المرأة لا تستطيع كتم الأسرار، فهي تحس بشيء غريب بداخلها ولا تعتبرها خيانة للثقة إن أخبرت شخصين أو ثلاثة بذلك السر. 70% من النساء يفضلن الشوكولا عن أي شيء آخر. المرأة تقود لمسافات أبعد بكثير من طريقها فقط لتجنب احتمال الضياع في الطرق المختصرة. المرأة في كل مرة تذهب فيها للتسوق لابد لها من مشوار آخر للسوق في اليوم التالي للتبديل أو إرجاع بعض المشتريات. إذا دعي رجل إلى رحلة 7 أيام فإنه بالتأكيد سيحزم أغراض تكفي 5 أيام، وبدون شك سيرتدي بعضها مرتين. أما المرأة فستحزم ولنفس الرحلة 21 زيا كاملا، لأنها لا تعرف ماذا سيتماشى مع مزاجها في كل يوم. في معظم بلاد العالم معدل عمر المرأة أكثر من عمر الرجل. أكثر موقف محرج تتعرض له المرأة هو أن تقابل امرأة أخرى ترتدي نفس ملابسها في حفلة. عندما تبدأ المرأة بالاستعداد للخروج فهي ترتدي البلوزة أولا ثم السروال، على عكس الرجل الذي يرتدي السروال أولا. خلال موجة البكاء الشديدة فإن المرأة غالبا ما تنظر لنفسها عدة مرات في المرآة وهي تبكي.